السلامة، مرحبا بكم الناس كل في فيديو جديد. اليوم الفيديو نتاعنا كيما ريتو التعليقات نتاعكم كل كي خاصني قريتهم. الناس كل قالوا لي في المقلب نتاع صدام لازمك تعوض له، ماهيش فازه دراشنيه كل حاسيلو. باش نطلبوا قدامكم صدام خاطر انا ما عنديش جديد عليه جمله، باش نطلبوا قدامكم باش نكلموا باش نحاول نتلاقى انا وياه وباش نعمل له حاجه اخرى. ما انت شوفوا خليكم تشوفوا معايا باش نكلموه ساعه قبل كي العاده. باش نحط اوت بارلور شرا يهز علينا خاطر متغشش بالرسمي مزيان من الغش. وي صديق امين معك مش ناسي. اسمعني كيفاش نعملو تو خان تقابل؟ شنو هو الواحد يزي بلاك مالك متاعك جيب الكرهبة ديجا حشتي بيها ويجا نخان تفاهمو. شنو هو حسب رايك كيفاش نتفاهموا؟ نتفاهموا توري قال لكم امورك تو نتصرفوا ايه وين؟ تنصلح لك الكهرباء خويا بشي مايك. انت وين تقابل؟ تحب تقابله في الزون في الحومة وين تحب انت؟ لا 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 الزون ده الوا؟ تحب شي يجي في كارفور؟ كارفور ماركيت في الباركينج؟ اي وقتاش نجيك بالضبط؟ كلمه راهو مش تقول لي ايجا تقعد تمنيك عليا خاطر ديجا انت كلمتك كالنهار وكالعاده قلت لي باهي 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 وريحتك ما فماش. شنو نعمل؟ درجين اخرين كلمه راه اوكي باهي كاميرا معايا ما انت ما تعمل حتى رياكسيون من تو نتفاهم. علاش؟ باهي العباد كل كي قالوا لي برجوليه يلزمك تعوض له وكل شيء. انا مش باش نعوض لك، اما نجي نتفاهم ونحكي وتنصلح لك الكهرباء كيما انت قلت لي. باهي هكا مريق لي درجين نتلاقاو هكا. علي الاولاد كيما تراو صدام قال لي صلح لي الكهرباء، مهبول ما عادش تصلح الكهرباء جمله، ديجا هي ما تسوى حتى شيء وشوف تصلحها له وتصرف عليها قد حق. باهي الاولاد انا توكي شوف باش نمشي نتلاقى انا وياه ونخليكم تشوفوا على عين المكان شوف شو يصير انا وصدام. ان شاء الله ما نتعاركش انا وياه خاطر ديجا مازال متغشش ياسر. ولا الاولاد توكي وصلنا للباركينج نستناو في صدام، عندنا بالضبط روتار 3 دقائق معناتها ما نجموش نقولوا بطي برشا، مازلنا نستناو به الاولاد باش نعمل له زاده في فيديو هذايا مقلب صغير، باش نزيدوا مقلب صغير. انا حضرت له زوز كراهب كيما تراو شوفوا معايا لنا بيجو 205 حضرت له هذه لونسيا باش نعمل له مقلب ونقول له به. هو قال لي صلح لي الكهرباء، يمتوا ما راش الفيديو ولا شنو الحكايه ما نعرفش. حاسين الاولاد اللي باش نعمل من الاول باش نقول له هاو مفتاح 205 هاو شريط الكهرباء وكل شيء، شوفوا رده فعله كيفاش باش يعمل شنو باش يقول لي ليه باش يرضى ما يرضاش. شوفوا صدام شنو هي يطلع شي كرشو كبيره بركه ربي يستر. باهي الاولاد بعد هيك باش نعطيوه اللانس هذه يفرحوه بها باش نعاودوا نكلموه توكيه ونشوفوه. وي صدام وي وينك يا اخي؟ تو تو ديجا روتار 3 دقائق كيفاش تقول لي قريب نوصل؟ انا قريب نوصل. وين انت بالضبط؟ انا قدام كارفور وصلت. قدام كارفور ترى دور لو جوالي. وين 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 قدام كارفور بالضبط؟ ورا الكاميون وفما الحديد. انا راكب اوكي. ايش بيجي على رجليه؟ معلش نمشي على رجليه. لا عاد اللي تلعب هكا كرهبتي وين؟ اللي تلعب اللو. كيفاش انا بديت نلعب؟ ماني قلت لك ايش باش نتفاهموا تو علاش جاي على رجليه؟ جاي نسوي المفاهمه. جيب لي بسكليت وتقول لي هات كرهبتي. ما الحكايه باهي بدي يلعب في لعب ماستر. باهي اوكي الاولاد تحسوا كنت خممنوا في مقلب هو ظهر فيه عمل فيه المقلب هذا جاني ديجا على رجلي. ما الحكايه ضايع بدي يلعب في لعب ماست صاحبي صديق صح يا طلع في لعب ماست قولي صاحبي خيي ما قلت لي صلح لي الكهرباء باش نصلح لك الكهرباء ها؟ وين الكهرباء نتاعك باش تصلحها؟ اي وين؟ اي مازلت راديكيه في دار ليي بالرسمي عمل دوفي باش تصلحها؟ تم خفاها باش يبدلوا لك البلاه والموتور اللي تكسر باش يبدلوه لك. اش بيك؟ اش بيك تضحك؟ باش قلت لي صلح لي الكهرباء؟ هيك هو باش نصلحها لك هو خذيت دوفي حضرت كل شيء واموركم رجله. وين الكهرباء؟ كمل صلح الكهرباء رجله وجيبها وهز الكهرباء. اش معناه؟ باهي شريط الكهرباء قلت لك عليك. اجي معنا. خذي هذه الموجوده بسكوتش. خذيت لك بسكوتش. Awaken my heart, the start of something that would go on.
منك عليا لوح منك عليا لوح قديش اخوك رهبتك انت يا اخي تمشي بالبيدالات هذه ولا فيها موتور منك عليا مش منك عليا كان قاعد منك لو ما انت الكهرباء نتاعك قديش تسوى نفس السوم تاع كهربتك شريت كهرباء اموري اعطيني نفس السوم نتاعها نشري بها كهرباء اخرى ما خير هواي نفس السوم هيك هاي تفضل المفتاح واش ما تصدقش تحب نخدمها لك بالرسمي راه هواي ها ولا ها ايش اطلع عليها جربها كان ما عجبتكش خويا قل لي ليه اطلع جرب اطلع معايا ما عجبتنيش اطلع معايا ها تو بغا والله يا ضيع في الصيف تقعد تطلع راسك منا شبيك تصور روحك تروح لتونس اخويا ميساج خذ تو بغا ماشي كيفاش كهربت كاني من عندي خذها ذي وطلع راسك طلع رجليك طلع اللي تحب براسي ما تحبش تاخوها علاش راسك شو ماني بيبرش بيك كهربتك وقت نجيب كهرباء. إيه جاوبني بصراحة عملت حاجة الكهرباء ولا؟ عن مبيع حتى شيء. سيوف حتى شيء. كل المازوت زي الكهرباء. لبرة المازوت طلعت شوي. زدت صبيت لي مازوت. بالله يقولوا له يعطيك صح صدام بجاه. قد صبيت لي مازوت. يا صبيت له بش ندور بها نمشي نخدم وراه. إيه هيك تو خويا هو كهربتك جديدة. هاو عملت لك الورقة بتاعك نقص كان خلي ميساج دور بها انت وانت انا عندي نقص كان تعمر اسمك وكل شيء تصبهم في البريفكتور امورك مريضة برسمي نحكي معاك حتى انا برسمي نحكي معاك شو معنيه ليه؟ ليه؟ شو معنيه ليه؟ جيبي كرابتي ولا نحكي معاك بالرسمي برا لوج عليك كرابتك وين شو معنيه برا لوج عليك كرابتك وين نحكي معاك بالرسمي كرهبوية مش فادلك معاك تورا والله حتى لما رلوخ مش فادلك معاك والله يا عمري لا يريد احنا نجيب له كهرباء وبيقي مش عايش خليها عندك ما عجبتك انت الكهرباء خليها عندك خذ انت انا شريتها لك انت انا ما قلتلكش اشري هذه قلت لك رجع لي كهربتي كهربتك تحب نصلحها متاكد صلح. به اما لازم اصحيها يا رفت شو معناه لازم اصحيها لازم اصحيها باش تصلح الكهرباء بس صديم مشيت وشفت الكهرباء برا جيب لي خويا كهربتي زي ما نجيبش الاولاد شنو عمل معايا هذا يا صديم ما فهمتش انا شنو الحكايه نتاعو بالضبط انت شنو الحكايه نتاعك بلاي يا الاولاد كان نعطيكم كهرباء كيما هذه شنو تاخذوها ولا لا جاوبوني هكا بلاي الناس كل في كومونتيرات قالوا لي كرشو كبيره صدام ولا كرشو مش كبيره شوف الكهرباء نتاعو وباقي تعمل هكا في كرش تمنيك عليا ريتو الاولاد ريتو على الفايزه الاولاد على خاطركم انتم الناس كل قلتوا لي عوضوها وكل باش نعطيوها واهي مفتاح الكهرباء ماشي صدام الكهرباء هذه اللي خديناها لك خدينا لك اللونسيا واهي لنا فنك عليك جبت لك هذايا مقلب صغير في صدام قبل ما رجعوا يضحك ومتفرهد واموره مريقله وكل ولا الاولاد كيما تراو صدام سما اضحك عاد هيك مفتاح كرهبتك برا نمشي خدمها وشوف سد ما تقولش نفدلك عليك ولا جيب لك مفتاحك هكا وبارح برا مريقل تراه جربها لنا في الباركين قول لي عجبتك ولا تحكي بجدك هذه بالرسمي نحكي معاك ولا نحكي معاك بالرسمي حل شباك عاد حل سي صدام كملوا نكسروا هالكهرباء حللنا عاد الراديو وحط لنا الدنيا كلها عاد هكا صدام صدام وليد في عالم اخر تو خير من اخرى تفرجوا الاولاد في صدام كيفاش ولا يضحك تو جيب لي كهربتي ولا ظل يطلعش يا اخي انا بيت بشي يهز الكهرباء هذه وكهربتي بشي يهزها من كله ويمشي مع شاركه كده ولا الاولاد صديم هنا عوضني له على خاطركم انتوما لا بحال تحت الجنب بس بس والله نحكي معك بالرسم قاش خديت عندك فيها قداش خديت لا لا وقت نحي هيك. نسيم نحي لا لا نحي نسيم ما تنحيش لا نحي خلينا كمل نحكي معاهم بعدك نصور على راح ما تنحيش ما تنحيش نسيم ما تنحي حتى شيء لا بالحق قال لي الورقه نتاعها تكمل الجيش تعمر اسمك وكل شيء امورك مريضه هيك سير ما تقولش جست كمل تعمر اسمك كل شيء أمورك مريق لديجا عمرك حتى كانت حفل الواتاقا إن شاء الله مبروك عليك واخدم على روحك بالكدي
مريقلينا مريق جيبي كرهبتي تو كرهبتك انا تقلك عليها وين بعد نكلمك خليك محطوطه ليه تو تمشي نهز كرهبتي اوكي ولا على ولاد طلع عجبكم الفيديو نتاع اليوم ما تنساوش زيد صدم تدعموها في الانستغرام هني هكايا كيما تراو وان شاء الله عجبكم الفيديو نتاع اليوم ما تنساوش زيد تدعموني انا على الانستغرام اذا كانك ماكش ابوني على الشين يوتيوب تعمل سبسكرايب اللوطه وان شاء الله فيديو جاي على بروشين باي.